السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنشرح فيه كيفية مسح بيانات التصفح بتاعتك من على المتصفحات اللي موجودة عندك على الموبايل. هنشرح على المتصفح الافتراضي ومتصفح جوجل كروم ومتصفح مايكروسوفت ايدج ومتصفح الفايرفوكس. تعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. هنفتح الموبايل بتاعنا ونفتح المتصفح الافتراضي، ومن النقط الثلاث نقط اللي فوق بعض هنختار الإعدادات، ومن الإعدادات هنختار مسح بيانات المتصفح، وبعد كده هنعلم على الحاجات اللي احنا عايزين نمسحها. عن نفسي بختارهم كلهم، وبعد كده هندوس على مسح البيانات وهنأكد عملية المسح. ده كده بالنسبة للمتصفح الافتراضي. بالنسبة لمتصفح جوجل كروم هندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض اللي في أعلى الشاشة، ومنها نختار السجل أو هيستوري لو اللغة إنجليزي، وبعد كده هنختار محو بيانات المتصفح. هتخلي بالك من النطاق الزمني، هتعدلها وتخليها كل الأوقات بدل آخر ساعة أو جميع الأوقات. ومن الإعدادات المتقدمة هتعدل النطاق الزمني برضو وتختار جميع الأوقات، وهتحدد برضو الحاجات اللي انت عايز تمسحها وهتدوس محو البيانات. هنا بيأكد عليك عايز تمسح بيانات تويتر وفيسبوك وجوجل، لو انت مستغنى عنهم وافق او الغي التشيك بوكس من قدامهم وبعد كده دوس على محو، او لو عايز تمسحهم خلي التشيك بوكس متعلمة ودوس على محو، وبعد كده دوس على محو البيانات علشان تأكد عملية المسح. ده بالنسبة لمتصفح جوجل كروم. بالنسبة لمتصفح مايكروسوفت ايدج هتدوس على التلات نقط اللي في النص دول، وهتختار السجل، ومن السجل هتدوس على أيقونة سلة المهملات وهتختار مسح. ده بالنسبة لمايكروسوفت ايدج. بالنسبة للفايرفوكس هتختار الثلاث نقط اللي فوق بعض، وبعد كده التأريخ، وبعد كده احذف التأريخ وهتأكد عملية الحذف. بالنسبة لمتصفح فايرفوكس في خاصية بتمكنك انك تحذف بيانات التصفح بتاعتك اول ما تقفل المتصفح، وده بيوفر عليك ان انت كل شوية تخش تمسح بيانات التصفح بتاعتك مانوال، فهو بيعملها لك اوتوماتيك اول ما تقفل المتصفح. ودي علشان نفعلها هندوس على الثلاث نقط اللي فوق بعض الموجودين تحت، وهنختار الاعدادات، ومن الإعدادات هننزل تحت وهنختار احذف بيانات التصفح عند المغادرة. بعد كده هنفعل الخاصية وهنختار الحاجات اللي احنا عايزين نحذفها، عن نفسي بختارهم كلهم برضو، وبكده نكون انتهينا من الفيديو اللي معانا النهاردة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.